طب عبد الله جيلك، يمكن انت ليك تجربه مختلفه شويه عن بقيه اللعيبه. انت السنه اللي فاتت يمكن لعبت بشكل اساسي مع فريق 2007 وخدت يمكن خبرات اكتر في اوقات صعبه. التجربه دي او اللعب مع 2007 فادك؟ اه طبعا، اللي انا اليد الفرقه ده فادني، اللي انا اليد الفرقه اللي في سني، اللي اكبر مني علمني ان انا اليد الفرقه اللي في سني. يعني انت استفدت من اللي اكبر اه منك اه طبعا، وفدت فرقتك. اه بالحاجات اللي انا اتعلمتها لما لعبت في الماتشات الجامده لما وانا مع الكبار. وانت مع الكبار، طب شايف التجربه دي ناجحه؟ يعني ان لعيب يلعب مع الاكبر منه، التصعيد في حد ذاته، شايف التصعيد دي حاجه تجربه ناجحه، بتبقى حاجه كويسه؟ اه بياخد خبره طبعا، ولازم كل لعيب يلعب مع الاكبر منه عشان احتكاك، لازم يكون لعيب بيبقى اقوى واحسن لما يلعب مع حد احسن منه. طب قول لي يا عبد الله، انت من سنتين في بطوله القاهره كنت في 14 سنه خدت هداف البطوله، بس خدنا ثالث، وطلعنا الجمهوريه كنت مصاب، وبعد كده لعبت وخدنا سادس، وكنت زعلان جدا جدا، وكنت متضايق ان احنا ما توفقناش، وكنت عايز فرقتك تكسب. يمكن مع 2007 خدت الثلاث بطولات فحسيت بطعم المكسب. لما بدانا السنه دي كنت حاسس ان احنا نقدر نكسب؟ اه بس مش بالفرق ال 30 بوند وال 15 بوند، مش يعني كنت متوقع ان احنا نكسب، بس مش قوي كده، مش قوي كده، مش بالفرق ده والراحه دي، ومش الاريحيه دي. بالستريك. طب انت تفتكر ليه احنا بالاريحيه دي؟ يعني ليه كسبنا بالاريحيه دي؟ كابتن ابو فريخه ادالنا ديفنس هايل وخطط هايله بقى، ده واضافه بلال برضو فادتنا كتير. بلال، وكمان معاذ. اه معاذ، معاذ ما كانش معاكم في ال 14 سنه، عشان يعني هو مش معانا، بس الولد كويس جدا كبوينت جارد يعني. فانت اللعيبه اللي جت مع شغل كابتن محمد ابو فريخه فرق معانا جدا. طيب، من وجهه نظرك اصعب ماتش كان ايه السنه دي؟ الظهور اللي في المعادي، الظهور في المعادي، عشان ده كان اول تجربه صعبه لعبناها. برضه هسالك سؤال تاني، انت في المباريات كتيره كانوا بيلعبوا وان بوكس، يعني بيلعبوا واحد مان تو مان عليك واربعه زون، فالموضوع ده كان بيعمل لك شويه ازعاج، لان انت النهارده بتحس ان بيدافع عليك اكتر من لاعب. اشتغلت على الموضوع ده ازاي؟ فكرت ازاي ان انت تفيد فرقتك ازاي وانت بتلعب عليك واحد من ثمانية كنت اربعة دايما ابقى عايز مع فرقه بليد، مش لازم انا احط سكور، مش لازم اكون مؤثر في الاوفنس، بس اهم حاجه ان انا اكون ليد. وطبعا ابو فريخه ادالي خطط حلوه اللي انا اقدر اعدي فيها في الوان بوكس ونطلع، فده ساعد الفرقه انها تتقدم، وكمان بيبقى سهل ان اللعيبه التانيه تلعب اكتر، عشان بيبقى فيه اللعيب بره والباقي جوه الزون، فده بيبقى سهل للفرقه انها تكسب يعني. دي كانت تجربة كويسة، واكيد كابتن محمد برضو اللعب اللي اداهولك اكيد فرق معاك. اه طبعا.